هي من أكبر وأشهر الواحات في دولة الإمارات وأول موقع مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الدولة. نتعرف على واحة العين. تقع هذه الواحة وسط مدينة العين التي يعود تاريخها إلى 300 عام وتشكل نموذجاً لحياة الأجداد في الماضي وممارساتهم الإنسانية وسلوكياتهم الاجتماعية التي أسهمت في استمرار الحياة في الواحة وما جاورها من المناطق. واحة العين يعني تمثل أحد عناصر التراث الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرز فيها علاقة الإنسان بالطبيعة وكيفية تعامله مع جغرافية المنطقة، حيث كان هناك ابتكار الفلج في الألف الأول قبل الميلاد. هذا الفلج أسهم في الزراعة وتطور وانتشار الزراعة على شكل أوسع، فكان لها انعكاسات اجتماعية وثقافية على المنطقة. وتغطي واحة العين مساحة إجمالية قدرها 3000 فدان، ويوجد بها 147 ألف شجرة نخيل وأكثر من 100 نوع من النباتات. توجد في واحة العين عديد من المزارع، أكثر من 500 ملكية خاصة، وهي تحظى بعناية ملاكها وأيضا برعاية الدولة واهتمامها بواحات مدينة العين. وأيضا من الأشياء المهمة في واحة العين وفي الواحات بشكل عام إنتاج النخيل والأصناف المختلفة للنخيل. هذا الإنتاج يذهب للأسواق المحلية، ولكن أيضا يصدر إلى خارج الدولة ويعتبر من الصادرات المهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر واحة العين من أروع الأماكن السياحية في الدولة، حيث حازت مؤخرا على الميدالية الفضية في جائزة المنتزهات الحضارية الدولية الكبيرة 2020 التي تقدمها المنظمة الدولية للمنتزهات الحضارية.